حمزه المسوسي الصراحه يا جماعه اخر كام مباراه بيلعب ماتشات عالميه، يعني انا متشوق اشوف ثنائيه المسوسي والرينش طبعا مع مدرب اجنبي بلا شك طبعا، عشان الاثنين يقفوا صح والاثنين يقفوا حلو والمساحات تبقى قريبه من بعض وضيقه عشان يبان شكلهم كمان افضل، لان الرينش لما يرجع كده ياخد وقت عمال ما يخش في الفورمه، لكن المسوسي بينتحر حقيقه يا جماعه، بيشيل كور بطريقه مذهله في كان ماتش كل مباراه تقريبا، وحتى هجوميا بيكمل في ركنيته بيلعب بدماغه بيلعب برجله، لعيب بيلعب بروح مش طبيعيه، وفنيا هو بقى اعلى،